شو صاير معك؟ مضروبة بعدة أماكن بجسمه. جهزوها فوراً وخذوا صورة طبقية للدماغ وتأكدوا إذا صايبة نزيف. لو سمحت اطلع لبرا. تركيني ما بدي اطلع. انت منيح حبيبي؟ استاذ عم تسمعني؟ انت منيح؟ استاذ عم تسمعني؟ تمام ما فيك شي. استاذ خذوا لجوا. خذيه لجوا. شكل الضربة مأثرة عليه، لازم نروح على المشفى فورا. معناتها خلينا ناخده. وشو مشان فؤاد؟ هلا في شيء أهم بكتير يا أخي. فؤاد هلا بيكون اختفى. شو رح تربحوا من نزلة الناس على الشارع؟ أكتر بكتير من اللي بتتخيلي يا شطورة. إن شاء الله فكرك إنه نحن بس منخرب من دون مقابل. بالعكس، نحنا كتير بهمنا انه بلدكن تضل ورا، لانه بلعبتنا العالمية انتو لازم على طول تضلكن ملتيين بالنزاعات الطائفية الداخلية، ومع الاسف على طول بتقعوا بنفس الجورة اللي نحفرها كل مرة منخترقكن بسهولة من نفس الثغرات. يا شطورة، بلادكن خلقت لتخدم بلادنا. يا حقير، نقلع من هون. ولك انت ما بتفهم، ما بتستحي على حالك. شو اللي جابك لهون؟ يلا روح من هون. ولك نلع نلع لك، روح من هون يا قاتل. بس وصلنا، لازم نتحرك بلا صوت. الكل جاهز؟ نحن جاهزين، لا تاكل هم. عاكب، الكار، كارلوس، كونوا جاهزين. تمام، جاهزين. صاحبك هرب. ما رح يروح لمكان، ما رح يروح لمكان. فاتحين ميت حسابه أكتر، عم بيديروا العمليات كلها من هون. نحن بمركز تحريض كبير سيدي، هون في شيء كتير مهم. ورجيني.